طب وماذا حتى لو حدث فصل الجنوب وفصل دارفور؟ وبعدين هنتحدث بعد ذلك عن مملكة النوبة القديمة داخل الأراضي المصرية وداخل الأراضي السودانية. ستنتقل المسألة بالعدوى وبالرؤية الأمريكية لتمزيق مصر إلى دولة إسلامية ودولة مسيحية ودولة نوبية، وبعد بكرة أقول له الأمازيغية، لأنه حضراتكم واحد سيوة واحة أمازيغية، وزور واحد سيوة وقعدوا في وسط الناس يقول لك نحن شعب الأمازيغ نمتد من واحد سيوة حتى جزر الكناري وتعدادنا 50 مليون. والأغرب إن الصهاينة شغالين على مرأة ومسمع داخل واحد سيوة، يعني شغل لا يوجد له نظير. اخترع لهم عيد سموه عيد السياحة. خدوا بالك في واحد سيوة عيد اسمه عيد السياحة. طب عيد السياحة ده امتى؟ يقول لك عند اكتمال القمر في أكتوبر. طب ويتعمل ازاي؟ على جبل سيدي العجرودي 3 أيام يطلع أهل الواحة رجالة وستات وأطفال، ومعاهم على الأقل 300-400 إسرائيلي بيحضروا هذا الكلام بيتين في الواحة. شوفوا هذا الكلام، ويعني شوفوا عند اكتمال القمر في أكتوبر، وروحوا هتلاقوا العيد شغال وهتلاقوهم موجودين يعني. وروحوا شوفوا الأجندات بتاع الفنادق، وشوفوا يهودا ومش عارف مين كاتب سنعود إليك يا سيوة يوما ما، سيوة أرضنا سيوة بلدنا. الكلام ده موجود. فعندما أتحدث عن الكيان السوداني يعنيني بالأساس الحديث عن الكيان المصري. لا يمكن أن يستتبع ذلك في كل الحالات. لو قيل سوداني علماني موحد أفريقي وفقط، مشكلة على حدودي. وإن قيل أيضا في ذات الوقت ده تقسيم السودان، ستنتقل المسألة التقسيم بمنطق العادة مصر بشكل أو بآخر. ولو قيل حالة فوضى، شوفوا انتقال السلاح واللاجئين وال إلى آخر كل هذا الكلام بما يعنيه ذلك من تبعات على الأمن الوطني المصري، هننظر للشمال لمشكلتنا مع الشمال مع إسرائيل، ولا هننظر للجنوب من جنوبنا؟ إذن ما يتصور للسودان مسألة في غاية الخطورة على الكيان السوداني من ناحية وعلى الكيان المصري من ناحية أخرى. ولكن في شيء حدث أمس فقط له دلالة، مش قضية زيارة البشير لإريتريا ولا زيارة البشير لمصر. هذا الكلام أتى عقب تصريح وجاي على الشاشات موجود أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها لا علاقة لها بالمحكمة ولن تلتزم بأي حاجة من المحكمة بقرارات المحكمة. لا، هذا الكلام له دلالة. إما إن الوزير عمر سليمان اتفق على حاجة في الولايات المتحدة الأمريكية لما كان موجود، وإما إن المفوض الشخصي للرئيس أوباما اللي قاعد في الخرطوم اتفق على شيء، والأرجح إن